هذا إن صدقت مع الله صدقك؟ من هذا الذي وقف بباب الله فطرده؟ حاشاه. من هذا الذي صدق مع الله فخيبه؟ حاشاه. ما وجدناه إلا حليما رحيما، ما وجدناه إلا كريما عظيما، يفتح لك أبواب الفرج من حيث تحتسب ومن حيث لا تحتسب. وما من عبد يدعو في كرب ويصدق مع الرب إلا أعطاه الله إحدى الحسنيين. إن كان علم سبحانه أن كربه يفرج فرج عنه عاجلا، وإذا علم سبحانه أنه سيأخر عنه الفرج رزقه اليقين والإيمان والتسليم حتى إن البلاء يعود عليه نعمة وسرورا. جعلنا الله وإياكم ذلك الرجل. إذا كنت واثقا بالله وناديته وناجيته صادقا مؤمنا متوكلا عليه، إما أن يفرج كربك وإما أن يفرغ عليك من الصبر واليقين حتى يصبح العذاب لك رحمة وتعلو درجتك ويعظم أجرك ويغفر ذنبك ويقضى دينك ويبدد همك وحزنك. ولذلك في البلاء وفي الشدة والعناء سرور بمناجاة الله لا يعدله سرور، ما أسعدها من لحظات وما أسعدها من ساعات طيبات مباركات إذا خلوت بربك وبثت إليه أحزانك واشتكيت إليه أحزانك وبثت إليه ما تجده من الكرب ومن الهم والغم، فسألته وناجيته ودعوته وثقت به سبحانه وتعالى. أسعد الناس من جعل شكواه إلى الله ولم يشتكي الله إلى خلقه. أسعد الناس من جعل يقينه بالله ولم يجعل يقينه في زيد وعمر. تصور لو أن رجلا يحب رجلا فجاء يشتكي إليه في دينه فقال له لأكلمن فلانا الغني يقضي دينك الساعة، وهو صادق أنه لو كلم الغني لقضى له ذلك الغني دينه في حينه ولا يعجز الغني شيء. تصور لو قال لك صاحبك سأكلم لك فلانا الغني الثري ودينك شيء يسير عند هذا الغني الثري، وأنت تعلم أن الحاجة ستقضى، كيف سيكون يقينك بقضاء دينك وتفريجك؟ فما بالك بملك الملوك ومن بيده خزائن السماوات والأرض؟ ما بالك بالكريم الذي يده سحاء الليل والنهار لا تغيضها نفقة؟ اللهم اجعل فقرنا إليك وغناك واجعل غنانا بك. كن غنيا بالله، كن واثقا مع الله. إن انصراف الناس عنك نعمة من الله يريد أن يصرفك إليه. المخذول من ينصرف عن الله إلى غير الله، المخذول من يتعلق بالناس، من يتعلق بالناس ويحس أن كروبة كلما أصابه ضر أو اشتدت عليه شدة ذهب إلى فلان وعلان وانتهى أمره، ولكن أنت تقرع الأبواب فلا تفتح لك، وتسأل الناس فلا يعطوك، وتأتي إلى الناس فيهينوك ويذلوك، ولربما سبوك وشتموك وعابوك. رب أشعث أغبر ذي طمرين مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبرع. وما يدريك أن هذا البلاء يعرفك بالله معرفة لا يصيبك بها هم ولا غم إلا بدد. أسعد الناس من إذا قال يا رب استجاب الله دعاءه. والله ليست السعادة في الأموال، ولو كانت في الأموال لكان أسعد الناس قارون فإذا به أشقى الناس والأرض وهو يتجلزل في الأرض فخسفنا به وبداره الأرض، نسأل الله السلامة والعافية. المال ليس هو السعادة، وليست السعادة أنك إذا سألت الناس أعطوك، وليست السعادة أنك إذا جئت إلى فلان وعلان تيسرت أمورك. السعادة والفضل والزيادة أنك إذا قلت يا الله فتحت لك أبواب السماء، وإذا قلت يا ربي واشتكيت إلى الله سمع الله دعاءك وفرج الله كربك. إن من الناس من تعظم عليه البلايا ويعظم عليه الكرب والخطبة ويعرف فلان وعلان لم يشتكي الله إلى أحد، ومن الناس من يتيسر له أن يكلم فلانا الغني وفلانا الثري فيقول أستحي من الله أن يراني أسأل غيره، فرضي بالله وأنزل حاجته بالله وتعلق بالله وصدق مع الله، فجعل الله له من عظيم أطباق السماوات والأرض فرجا ومخرجا. هل رأيت ربك خذل عبدا صدق معه في عبوديته؟ لا والله. وما هذا الذي قصه الله في كتابه؟ قص الله في كتابه القصص لكي نفر منه إليه. أسعد الناس إذا أصابته البلايا في ماله
أن يقول أنا المقصر، أنا المذنب، أنا المسيء، ما شكرت الله على نعمتي، أنا الذي قصرت يا رب، ما ذكرتك حق ذكرك ولا شكرتك حق شكرك، فاغفر لي تقصيري في شكر النعم. فيعود على نفسه بالاستغفار والتوبة والإنابة، فإذا بالضيق يتسع، وإذا بالاستغفار رحمة يتبدد بها حزنه ويذهب بها غمه. أسعد الناس من عرف الله في البلايا. وإذا كان الناس الإنسان تحيط به الهموم والغموم ويعظم دينه وكربه، فلا يزداد إلا تعلقا بغير الله والعياذ بالله، ولا يزداد إلا شكوى إلى الناس والتجاء إلى فلان وعلان، فهذا من الخذلان والعياذ بالله، هذا من الخذلان. فأوصيك ثم أوصيك بالثقة بالله والتوكل على الله وحسن الظن بالله، وأن تكثر من الاستغفار، وأن تعلم أن ما أصابك إنما هو بسبب الذنوب، فتكره الشيطان ونفس الأمارة بالسوء وتستغفر الله وتتفقد حالك. هل ظلمت أحدا من المسلمين؟ هل أكلت مال أحد؟ هل انتهكت عرض أحد؟ هل سببت أخاك المسلم؟ هل شتمته؟ فتتحلل من المظالم والمآثم. من فعل ذلك صار البلاء خيرا له، وصار البعد قربا له. هذا هو الذي أوصيك.